السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هحاول أشرح جزء من منهج الفورتران بتاع تاني مدني. هيبقى عبارة عن إني مثلا هجيب لك البرنامج وأقول لك إيه فكرة الفكرة بتاعته والكود ده إيه المكتوب فيه، يعني بس تبقى أنت عارف أنت بتقرأ إيه. تمام، طبعا في أساسيات المفروض أنت عارفها من السنة اللي فاتت، إن أنا أقعد أعيدها كلها ده صعب. أنت ممكن تجيب الورق وتقراها هتلاقيها سهلة خالص، بس أنا دلوقتي هتكلم في حاجات بسيطة اللي هي إيه المفروض تبقى أنت عارفها عشان تعرف تشتغل بيها دلوقتي. مثلا الريد الرايت الدولوب الستيتمنت، والجديد مثلا ممكن يكون الايه الاوبن فايل، يعني مثلا مفيش حاجه مش هتطول في الموضوع. عندنا مثلا الريد ليها كذا شكل، ممكن بالصوره دي او الصوره دي او الصوره دي. تمام، يعني ايه بقى الكلام ده؟ ريد مكتوب لما يكون ريد مثلا استرك كوما استرك، الاسترك الاولانيه دي يعني وسيله الادخال، والاسترك الثانيه دي اللي هي الفورمات. تمام، وسيله الادخال دي ممكن تكون كذا حاجه، يعني ممكن تكون الكيبورد او ممكن تكون مثلا تدخل البيانات من فايل. تمام، الفورمات ده اللي هو الصوره اللي انت هتطلع عليها او هتدخل عليها البيانات. تمام، ليها كذا كذا نوع من الفورمات. مثلا ممكن تقول سيب قبلها مسافتين فاضيين، وبعد كده اكتب لي الرقم، وبعد العلامه ما اعرفش كام كام صفر، والكلام ده انت تقدر تفتكر الكلام ده مثلا اللي فاتت سهل خالص ومش حاجه. تمام، طيب يعني نشوف برضه، يعني الكلام ده بقى متفصل شويه. لو هتاخد البيانات من فايل بتكون على الصوره دي اللي هو ده وسيله الادخال فايل مثلا رقم الاوبن، وده على الفورمات العادي. ممكن يكون داخل وقت مفاتيح، وهنا صوت الفورمات بتقول له روح للسطر رقم 10 هتلاقي الفورمات بالشكل ده. تمام، نفس القصه هنا هنلاقي ان في الرايت دي وسيله اخراج بقى، بس هنا الاسترك الاولانيه معناها تطلع على الشاشه، والاسترك الثانيه معناها الاسترك الثانيه معناها الفورمات. تمام، او ممكن تكون تطلع البيانات مش على الشاشه، تطلع لي البيانات في فايل معين انت عايزه، يعني تقول له ايه تكون تفتح فايل تقول له انا عايز البيانات تطلع في الفايل ده، زي ما هنشوف في الاوبن فايل والكلام ده هيبان بالتفصيل مع بعض. انا بقوله بسرعه. تمام، مثلا هنا لما تكون رايت استرك 10 10 ده اللي هو الفورمات، روح سطر رقم 10 اشوف الفورمات اللي هو طالبه ايه بالظبط. تمام، بعد كده هنبص على الاوبن فايل. ايه هي الاوبن فايل؟ دي جمله بنستخدمها عشان نوفر شويه وقت، يعني بدل ما نقعد نكتب لما يكون عندنا مثلا بيانات كتير جدا زي درجات 1000 طالب مثلا، عايزين نكتبها وندخلها للبرنامج يعمل عليها عمليه حسابيه وكده يطلع لي النواتج. فبدل ما انا اقعد اكتب الكلام ده في قلب البرنامج اكتبها في فايل تكست، وبعد كده اقول للبرنامج يروح افتح الفايل ده وهات لي من البيانات دي. تمام، ازاي بنعمل الكلام ده او ازاي نكتب الكلام ده؟ هيكون على الصوره دي، بتقول اوبن. تمام، وبعد كده تدي الاوبن دي رقم، اي رقم، بس لازم تبقى عارف الرقم اللي انت حددته بيخص اي فايل، لان انت ممكن يكون عندك كذا اوبن بكذا فايل، فتيجي تطلع البيانات تروح تجيب بيانات من فايل تاني خالص ملوش علاقه باللي انت عايزه، فانت تبقى عارف رقم الاوبن والبيانات اللي جوه الاوبن. تمام، هنا مثلا تقول اوبن افتح الفايل ده، وده اسم الفايل وده الصوره اللي موجوده على الفايل. تمام، دي تقول له هنا بعد ما انت فتحت الفايل عايز ايه من الفايل، يا تاخد منه بيانات يا تدي له بيانات. تمام، البيانات بتاخدها بالريد، وعشان ترجع تحط في الفايل ده بيانات بالرايت. تمام، الاول هنتكلم عن ان انت تاخد من الفايل بيانات. انت فتحت الفايل وحددته باوبن 5 17، هتقول له من الاوبن 17 اقرا لي مثلا اكس واي وزد. تمام، هروح فاتح الفايل واخد منها الاكس والواي وزد. تمام، وكده تكمل البرنامج عادي خالص، وتستخدم اكس واي وزد في الحسابات اللي انت محددها. حاجه تانية، انت عايز الاوبن تدخل بيانات في قلب الفايل، تفتح الفايل تمام وتسميه برقم. تمام، بعد كده تكتب البرنامج والناتج بتاع البرنامج مثلا وليكن اكس واي، تقول له ايه احفظه لي في الاوبن، يبقى وسيله الاخراج هي الفايل مش الشاشه. تمام، مثال لك كده كده، اكتب برنامج مثلا بيقرا ابعاد مستطيل من فايل تمام ويحسب المساحه تمام ويطبعها على الشاشه. هنا هتقول له افتح الفايل ده تمام من الريد من 29 من الاوبن 29 الاكس والواي، وراح فاتح خد الاكس واي من قلب الفايل ده، لكن حسب الاريا طبع لك الاريا على الشاشه. العكس بقى، لو انت هتدخل انت البيانات وتطبعها في فايل، هتقول له افتح الفايل برضو اول حاجه، بعد كده اقرا لي الاكس والواي، احسب لي الاريا، اكتب لي في الفايل 49 اللي هو وسيله الاخراج 49 اللي هو الاوبن رقم الاوبن 49 اكتب لي الاريا. بس لو انت عايز تاخد مثلا البيانات من فايل وتحفظ البيانات ناتج البرنامج في فايل تاني، تقول له افتح لي الفايل 19 ده تمام اكس واي، احسب لي الاريا، بعد ما حسبت الاريا احفظ لي الاريا في الاوبن 35 اللي هو هتروح انت الفايل ده هتلاقي الاريا ثابت يعني. بس ده الاوبن فايل بسرعه جدا.
هنتكلم بعد كده عن الدولوب. الدولوب دي بتبقى موجودة بالمنظر ده، دو مثلا 30 بعد كده اي بتساوي 1 3 وكذا كذا. يعني ايه بقى ال30 دي؟ معناها ان الرقم اللي هينتهي عنده اللوب بجملة كونتينيو، انت هتعمل اللوب دي من عند 30 لحد ما توصل للسطر اللي هو رقم 30، اللي في النص ده هو اللي بيكرر عليه اللوب. بيكرر عليه اللوب ازاي؟ هنشوف دلوقتي. الاي مثلا دي اللي هي ده بيبقى متغير، هو ده اللي بيتغير. هتلاقي المتغير ده انت مستخدمه في قلب اللوب، هتلاقي مثلا الاكس، نقرا الكلام ده عند عمل اللوب باستخدام دو، يوجد متغير اي يقوم بالتغيير تلقائيا في كل لوب. فمثلا اول لوب الاي ب1، تاني لوب الاي ب2 كده يعني. تمام. الرقم اللي بعد كده هي بتتغير من 1 ل 3. 3 دي عدد المرات، ممكن تبقى ان عدد المرات اللي هيحصل فيها اللوب. لما ما تكونش فيه هنا حاجه تانية، يعني مثلا مش مكتوب 1 3 كوما 2، 2 دي مثلا الستيب 2، هنا الستيب 1 يعني، يبقى 1 كده 2، مش ممكن تبقى 1 بعد كده 1 ونص، 1 كده 2، ممكن تبقى 1 4 6 كده. تمام. دي فكره الدروب بسرعه. حاول بقى تشوف المثال بسرعه من اول مثال عندنا يعني. طيب المثال ده بيقول لك عندنا دي بايب داخل منها كميه ميه، هتتفرع فرعين، هيطلع هنا كميه Q2 وQ3. تمام. احنا عارفين ان من الفلويد ان الكيو بتساوي الاي في الفي. تمام. الاي طبعا متر تربيع والفي متر على الثانيه، فتبقى متر تربيع على الثانيه فعلا. تمام. يبقى احنا دلوقتي هو بيقول لك ايه، احسب لي برنامج يعرف لي السرعه هنا. تمام. قصدي يعرف المساحه المقطع ده. تمام. بمعلومات طبعا الكمية التصرف الأنية والتأنية. تمام. عشان نعرف نحسب الاريا نجيب الأول كمية المية اللي هنا ازاي، يبقى نطرح دي من دي، يبقى 40 ناقص 20 ب20، نقسم 20 على 6، هيقول لك ان الاريا بكام؟ ب20 على 6. تمام. ده برنامج سهل خالص، هو مش مطلوب منك حاجة، انت هتروح مدخل هتقول له الكيو واحد بكذا والكيو اتنين بكذا والكيو تلاتة مثلا بتساوي الكيو زي ما هنا، كيو واحد ب40 وكيو اتنين ب20، اللي فيه تلاتة السرعة دي 3 ب6. تمام. دي معطيات هي ثابتة في المسألة. الكيو 3 بتساوي كيو 1 ناقص كيو 2، الاي 3 بتساوي كيو 3 على في 3، والرايت اكتب لي على الشاشة بصورة الفورمات اللي هو في سطر 10 الاي 3 بس. اكزامبل 2، اكزامبل 2 ده لحد ما مهم شوية. هنا عندنا مجموعة نقط. تمام. كل واحدة معرفة بالاكس والواي بتاعتها، عايزين نعمل برنامج يحسب الاريا المحصوره ما بين النقط دي. هنا احنا هنعتمد في طريقه الحل على الاوبن فايل. ازاي هنعمل اوب؟ هنعمل فايل مثلا وورد ونكتب فيه النقطه الاولانيه الاكس والواي بتاعتها بكام، والثانيه والثالثه والرابعه، كل نقطه هنعرف الاكس والواي بتاعتها، وهنقول له في الاخر عدد النقط اللي عندنا مثلا ايه، 7 8 نقط. تمام. احنا في البرنامج ده عايزين نحسب الاريا، هيبقى من خلال القانون ده. هنتعرف عن القانون ده بعد كده لما بس هنتكلم الاول ازاي ناخد البيانات من الاوبن فايل. تمام. هنيجي الاول ان هنا هو هنا محدد لنا ان عدد النقط ما يزيدش عن 100. تمام. طيب هنيجي نعمل، احنا طبعا هتبقى هنعتبرها مصفوفه لان احنا هناخد الاكس والواي بتاع كل نقطه، فكل نقطه هنعتبر ان احنا بنتعامل مع مصفوفه اللي هي 1 1 1 2 كده، 1 1 2 2 3 3 كده. تمام. هنقول له افتح الفايل، هنعرف رقم الاوبن ب11، هيفتح الفايل ده. تمام. بعد ما يفتح الفايل هياخد منه عدد النقط وليكن 8 مثلا. بعد كده عايزين نخليه يقرا لي احداثيات كل نقطه، يعني ايه الواحد النقطه الاولانيه اكس واي بتاعتها، اكس 1 واي 1، اكس 2 واي 2، اكس 3 واي 3، اكس 4 واي 4، لغايه ما يوصل لعدد الان اكس ان واي ان. فهنعمل لها لوب زي ما قلنا، ال 13 ده اللي هو رقم الكونتينيو هيفضل يعمل يكرر من في الحته دي. تمام. فكده هيبدا بقى يدخل ايه، هياخد البيانات منين؟ طبعا هياخد البيانات من ال 11 دي اللي هي البيانات الاوبن فايل. تمام. هيروح الفايل ياخد منه اكس 1 واي 1. تمام. كده ياخد منه اكس 2 واي 2، اكس 3 واي 3، لغايه اكس ان واي ان. طيب دلوقتي احنا بقى عندنا عدد النقط وعرفنا احداثات كل نقطه، نبدا نحسب الاريا. نحسب الاريا من خلال القانون ده. القانون ده هو قسمه على 3 اجزاء. اول جزء هياخد الجزء ده مع الجزء ده، بعد كده ياخد الجزء ده، بعد كده ياخد النص بالابسوليوت بتاعتها. تمام. طب ازاي؟
ليه عمل كده؟ لان هو ما ينفعش ياخد ده كله على مره واحده، لان هنا هتلاقي فيه السمشن ده بيحتاج ان انت تحله بدولوب عشان تقدر تحسب الجزء ده من الاريا، تمام؟ فهو اعتبر الاريا، هيحسب الاول الاريا دي، تمام، بتاعت الاثنين دول مع بعض، بعد كده يحسب الاريا، نضيف الاريا دي على الاريا اللي هتيجي من هنا، بعد كده يضيف الاريا دي على النص. هنشوف ازاي دلوقتي. هيجي هنا هنلاقي ان هو عمل، قال ايه؟ قال ان الاريا بتساوي، طبعا احنا دلوقتي عرفنا النقط، عارفين نحتسب النقط. هيقول لك الاريا بتساوي الاكس واحد في الواي اتنين ناقص الواي ان زائد الاكس ان في الواي واحد ناقص الواي ان ناقص واحد، تمام؟ اللي هو الجزء ده اهو، اكس واحد في واي ان ناقص واحد اهو، اريا بتساوي اكس واحد في. بعد ما حسب الجزء ده، تمام، هيجي يعمل بقى ايه؟ يضيف الجزء ده على السمشن ده. السمشن ده هنعمله بدولوب بتتغير من اتنين لان ناقص واحد. يبقى انا دلوقتي هاجي اقول له اعمل لي دو، اعمل لي لوب الاي فيها اول اي كاب باتنين، بعد كده اخر اي فيها ان ناقص واحد، واجي اضيف الاريا دي هنا، تمام. بعد كده ابدا بقى اشتغل على الترم اللي هو هنا ده، تمام، اللي هو الاكس اي. الاي هتتغير هنا اول مره باتنين، بعد كده تلاته، لغايه ما توصل الاي بين ناقص واحد. بعد كده احسب لي السمشن ده كله من خلال الدولوب ويضفولي في الاريا دي، تبقى الاريا النهائيه اللي هي دي، هي دي هتكون بسمشن الجزء اللي هو داخل الابسوليوت، تمام. بعد كده هاجي اقول له الاريا بتساوي النص في الابسوليوت للاريا دي، يعني الاريا النهائيه خالص بقى، هياخد الاريا دي يعمل لها ابسوليوت وبعد كده يضربها في نص. بعد كده اقول له ايه؟ اطبعها لي على الشاشه في صوره الفورمات اللي هو في سطر رقم 10 اللي هو ده، تمام. ثالث برنامج هيقول لك ايه بقى؟ ده عندنا مثلا طريق، الطريق ده احنا اخدنا فيه شويه قطاعات عرضيه، تمام، كل عددها مثلا وليكن كي، كل قطاع معرف بعد النقط وليكن ان، تمام. احنا عاملين فايل في عدد القطاعات وفي احداثيات وفي عدد القطاعات، وكل قطاع متعرف بنقط واحداثيات النقط دي ايه وعدد النقط دي ايه. فاحنا عايزين نعمل، هنكرر نفس البرنامج اللي فات ده، بس هنعتبر ان ده موجود منه، يعني ده عدده كي، مش مجرد قطاع واحد، لا ده في منه عدد من القطاعات، كل قطاع ليه ان معين، تمام. هنعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان ده طريق، يبقى ده سطح مستوي طبعا، والباقي ده هو اللي بيتغير، الميل مثلا والنقط اللي تحت دي هي اللي بتتغير، تمام. كل قطاع من دول عايزين نحسب الاريا بتاعته، تمام، وهو نيجي بقى ايه، نكتب على الشاشه قطاع رقم واحد كانت اريته كذا وكده، تمام، بشرط ان عدد النقط في كل قطاع ما يزيدش عن 12، يعني هنا ما يزيدش عن 12. هنيجي نعمل مصفوفه الاكس ب 12 والواي ب 12 اللي عدد النقط ب 12، يعني عنديش 12. هنفتح الفايل، بعد ما تفتح الفايل هتروح تقول له اقرا لي من الفايل عدد القطاعات، كل قطاع هتعمل عليه لوب عدد القطاعات، يعني مثلا هنا ايه، هنيجي نقول له عدد القطاعات وليكن 5 قطاعات مثلا، كل قطاع هتحله لوحده، بس هتعمل بقى ايه لوب، تاخد مثلا القطاع الاول وتحسب الاريا بتاعته، وبعد كده تاخد القطاع الثاني وتحسب الاريا بتاعته. يعني مثلا الدو بدات ب 20، واخر خطوه خالص بعد ما حسب الاريا وكتبها على الشاشه هيرجع تاني ياخد الاريا التاني، تمام، بياخد الاريا التالتة لغاية ما يخلص عدد الكم المرات، تمام. كده احنا عرفنا الدول الاولانية بتعمل ايه. بعد كده هنيجي نقول له اقرأ لي بقى ايه، احنا دلوقتي خلاص هو بيعمل اول لوب، اللي هي لما يكون ال مثلا بواحد، دخل عدد النقط، بعد كده اعمل لي نفس البرنامج اللي فات بالظبط، اقرأ لي احداثيات النقط بتاعت القطاع الاولاني اهو، تمام. بعد كده احسب لي، هنقسم الاريا لثلاث نقط، ثلاث مراحل، اول مرحله حسب الجزئين اللي هما من غير السمشن، بعد كده عمل لوب للسمشن، بعد كده حسب الاريا في الابسولوت وكده طبعها على الشاشه ورجع يعيد القطاع الثاني. هيجي هنا ياخد القطاع رقم 2، هيدخل عدد النقط بتاعته، وبعد كده يعمل لوب للاحداثيات بتاعته اللي هو ياخد احداثيات القطاع الثاني، وبعد كده يحسب لها الاريا نفس كده لغايه ما يوصل عدد كي من القطاعات. ده البرنامج الثالث بسرعه، تمام. المثال اللي بعد كده عندنا في مثال رقم 4، بيقول ان احنا في تشانل، فين تشانل، سرعه المياه فيها بتتعين من الفي، الفي بتساوي جذر اس على ان في بي اتش على بي زائد 2 اتش كل اس 2 على 3، تمام. طبعا الاس هي السلوب، الان هي الرفنس كوفيشنت، البي عرض القناة، الاتش هو ارتفاع المياه، عمق المياه، تمام. طبعا الان ثوابت هي والاس
17 من 1000 والاس 2 من 1000، اكتب برنامج بيصمم البي، بيحسب او بيحسب البي. تمام. مثلا علما بان مثلا الفي كانت بتلاتة ونص والاتش كانت بي 1.75. تمام. ده برنامج ما مش فيهوش اي حاجه، هو هنقول له هندخل شويه بيانات ونقول له احسب لي البيانات دي بس مش اكتر. تمام. بس هو يعني عمل ايه؟ قال لك عشان نظبط المعادله شويه، قال لك ان هنشيل البي اتش على بي زائد 2 اتش هنقعد عنها بار. تمام. وبعد كده نقول ان الار دي بتساوي الفي في ان على جذر اس لكل اس مقلوب التات على 2 اللي هي 1.5. تمام. بعد كده بعد ما جاب الار دي هيروح معوض بقى ان البي بتساوي ال 2 في اتش ار على الاتش ناقص الار اللي هي دي. تمام. انت كل اللي هتعمله ان انت هتعوض دي عن ار، بعد كده تجيب البي بثلاثة الار بس. تمام. هنا قال لك ان الريال ال ان دي رقم ريال. تمام. ان بتساوي 17 من 1000 والاس 2 من 1000 والفي بتلاتة ونص والاتش ب 1.75. هيحسب بقى الار يعني ايه، هو هيبقى البرنامج هيعوض تعويض مباشر في المعادله اللي انت اللي هي هنا دي اللي هي ايه، هيعوض بقى الار بتساوي ان في في على جذر اس تكتبها له. تمام. ما تنساش ان الجذر بيتعوض عنه باسم الاس كيو ار تي. تمام. والاس تبقى الدبل استريك. تمام. بعد ما يحسب الار هيروح انت تكتب له المعادله اللي يحسب منها البي اللي هي دي. تمام. تعوض بيها هنا، يروح قايل ان البي بتساوي 2 في اتش في ار على اتش ناقص الار بس. كده تقول له رايت عرض القناة بكامل بس مش اكتر. المثال رقم 5 نفس اللي فات بالظبط، بس هو هنا هيعتبر ان الميل بيتغير، السرعة بتتغير من 2 ل 3 متر. تمام. و هو عايزك تعمل ايه بقى؟ شوف لو ال n ب 21 وال s بكذا وال b هنا مديها لك 25 متر، اكتب برنامج هيتشيك ال h. تمام. عند كل في لما مرة من عند كل في بس ال v فين بتتغير من 2 ل 3 وال step بواحد من 100 متر. تمام. ازاي يعني؟ احنا عندنا عندنا ادي القناة مثلا ماشية اهي، في هنا اتنين كانت السرعة هنا مثلا ب 3 وهنا السرعة ب 2. تمام. هنا عايزين اللي بره ده مقرف، كل مثلا 2 من 100 متر هنا السرعة مثلا 2 و1 من 100 لحد ما نوصل هنا السرعة وصلت لي 2 و2 من 100 مثلا لحد ما نوصل لحد السرعة 3. تمام. كل سرعة من دول عندها h. تمام. احنا معانا كل حاجة ومعانا السرعة، عايزين بس نحسب ال h عند السرعة مرة ب2، ال h عند السرعة ب2 و1 من 100 2 من 100. هنستخدم طبعا الدولوب عشان نعمل الموضوع ده ازاي. طيب احنا دلوقتي نفس اللي فات بالظبط، بس في هنا هنلاقي ان هو مستخدم فايل حاطط فيه كل حاجة، ال open 17 فايل v. تمام. وال h. تمام. هو مش قايل ثانية. تمام. لا الفايل ده هنا في المثال ده مش هناخد منه بيانات، الفايل ده احنا هنحط فيه البيانات. تمام. هو ليه هنحط فيه بيانات؟ لانه قال لك هنا the output should حط ال output في table كل يعني عبارة عن عمودين في الفيلوسيتي والووتر، فانت هتروح مش هتطلع البيانات على الشاشة، هتطلع بيانات على فايل. تمام. يعني هنا هتقول له افتح الفايل 17. تمام. انت بتقول له في الاول افتحه. تمام. بعد كده تكتب البرنامج بتاعك خالص والناتج تقول له احفظه في رقم 17. نشوف بقى الخطوات، بس هنا بقى نشوف هنلاقي في حاجة هتيجي دلوقتي هنا. المفروض ان الناتج اهو، الناتج هنا اكتب في 17 على الفورمات 39 الفي والايدج، لكن هنشوف الاي دي واي دي هنشوفها دلوقتي. طيب دلوقتي احنا بنكتب عملنا ايه، جبنا السرعه بتاعتنا من هنا. تمام. عوضنا ده بدلاله الار. تمام. بعد كده هنجيب الاتش بدلاله الار بدل البي بدلاله الار في البرنامج اللي فات. تمام. عندنا الريال ان، افتح الفايل. تمام. بعد كده دخل الان، هي الان المعروفه ودي معروفه ودي معروفه ودي معروفه، الستيب واحد عايزين نحسب عدد الخطوات، عدد النقط اللي هيجي عندها كل مره الاتش. تمام.
ما نطلع الناتج نجمعه على واحد، تمام؟ يبقى احنا كده عندنا عدد كي من النقط هنكرر عندها البرنامج. هنا ايه الرايت 17 دي امتى هنا زي شكل جمالي مش اكتر، يعني هتيجي تقول له اكتب في الفايل ووتر فيلوسيتي وتحتها وبعدها بالمسافه الووتر ديبس، وبعد كده الرايت دي فاضيه سيب سطر فاضي بس. يعني هو دلوقتي راح مجهز، هو دلوقتي فتح الفايل، بعد كده الخطوه دي راح عامل زي عنوان هنا وعنوان جنبه وفتح في سطر فاضي. بعد كده هتقول له اعمل لي بقى لوب عددها كي من المرات بعدد النقط، كل مره هيحسب فيها ال H، تمام؟ وبعد وكل H يسيفها في الفايل. يعني هنا هيروح الاول عامل لما يكون الاي بواحد، لما كانت اول H كانت الار بكذا وال H بكذا، تمام؟ طبعا ال H هي ده بيجيب الار بكذا، يجيب ال H بدلة الار، تمام؟ وتروح كاتب ال V وال H في الفايل اللي هو انت فتحته، تمام؟ بعد كده تروح حاطط الستيب اللي هي V زائد لما تكون السرعة الاول باتنين، بعد كده بقت اتنين واتنين واحد من مية كده، اتنين واتنين من مية لغاية ما توصل لتلاتة. لما يوصل لتلاتة اللي هي هتبقى خلاص وصلت لعدد المرات كي، هروح موقف البرنامج. هتلاقي الفايل في الآخر طالع عبارة عن هنا عنوان وهنا عنوان وهنا سطر فاضي، تمام؟ بعد كده هنا ال V وال H، ال V وال H، هيبقى ده شكل الفايل من جوه. بس ده دي فكرة البرنامج. البرنامج اللي بعد كده طبعا دي الاويلر ميثود، مش هنقعد نتكلم فيها، يعني هخش في الموضوع على طول. هنا عندنا في زي خزان بيخش له كمية مية كيو، وبتطلع ب بتطلع ب او بيصرف مية اهو. تعال نشوف الفلوريت كيو ماشي، والريسبلايد بيبقى 3 كيو في ساين تكعيب ساين تربيع تي، تمام؟ قال لك ان التغير الدلتا كيو بيساوي الانفلو ناقص الاوتفلو، عشان كده دي الدلتا كيو. ليه؟ لان الكي طبعا بتساوي الاي في الكيو بتساوي، احنا كان عندنا القانون تاني بتاع الكيو بتساوي كيو بتساوي ال V على ال T، تمام؟ هنا ال V بتساوي ال A في ال Y على ال T، تمام؟ يعني لما نيجي نجيب الدلتا هتبقى التغير في ال A Y على التغير في ال T، تمام؟ بتساوي المعادلة دي، تمام؟ ازاي بقى؟ قال لك ان لما نيجي نقسم على ال A يبقى 3 كيو، تبقى الدلتا واي على الدلتا تي بتساوي ال 3 كيو على ال A في ال ده ناقص ده، تمام؟ قال لك اعمل لي برنامج بيستخدم المعادلة دي. الماوس ده كبير كده، ال رايت برنامج بيستخدم المعادلة دي، بيحسب فيه ال Y من أول من يوم من عندما لما يكون الزمن من صفر لحد 10، تمام؟ والفترة الزمنية الدلتا ستيب بنص يوم، تمام؟ عندك المساحة هي كونستنت طبعا، والمعدل التصرف في اليوم هو الكيو كونستنت برضو، هيبقى الاوتبوت هيبقى 600، تمام؟ وبقى اعمل برنامج تاني لما يكون ربع مرة ومرة واحد بمية، كل احنا هنتكلم على اول برنامج بس، تمام؟ طيب نشوف عايز هنا الاوبن فايل مش محتاجها غير ان انت تكتب فيها النواتج، مش محتاج ان انت تاخد منها بيانات، انت اللي هو هيحسب هو البيانات، تمام؟ لكن هنا مفيش بيانات جاهزه، انت هتروح هتقول له افتح لي الفايل 7 عشان هنبقى ندخل فيه بعد كده النواتج. هتقول له ان الاريا بكذا والكيوب كذا والدلتا بنص، تحسب عدد المرات، عدد هنا عدد النقط ب 10 على دلتا، المفروض ان في هنا زائد واحد بس هو اعتبر عمل بيروش، عمل اللوب حط ال n زائد واحد، يعني هو المفروض عدد النقط بتبقى ايه كده. مثلا عندنا دي هنقسمها ايه فترات اهي، تمام؟ 1 2 3 4 5، لما نيجي نعد النقط 1 2 3 4 5 6، عشان كده احنا بنقول ايه n زائد واحد، او من الاول خالص بنروح ضايفين هنا زائد واحد وبنروح جايين تحت هنا عاملينها تحت هنا عاملينها ان. يا ربي ده عاملينها كده اهو ان، لكن لو في هنا زائد واحد طبعا ده ملوش علاقة بده،
ممكن نعتبرها هنا ان بس. فدي دي ليه مختلف عن المرة اللي فاتت؟ طيب احنا هنا في الاول خالص كانت الواي بصفر والزمن بصفر. طبعا عملنا هنا فايل برضو كتبنا فيه، فتحنا احنا فتحنا فايل 7، يبقى الفايل اهو كده تمام. هنا العنوان التايم وهنا الدبس تمام. هنا ما سابش لو احنا عايزين نسيب سطر فاضي هنروح ابي رايت وسابين هنا فاضية. بعد كده هتقول له ادو ادو اعمل من اعمل ادو 13 اللي هي لغاية فين. هنا هتحسب بقى كل مرة في ال هتحسب كل عند كل نقطة بقى، عند أول زمن كان لما كان بواحد، وبعد كده لما بقى 1.5 يوم، 1 لغاية 2 لغاية 10 أيام تمام. طبعا هو بدأ ما بدأش في الصفر، لأن لو بصفر هتبقى 0 0 تمام. هقول لك لو لو الزمن بصفر روح للخطوة 17 على طول، اكتب إن التي بصفر والواي بصفر تمام. الإن بواحد، الأي بواحد قصدي، هيروح حاسب بقى إيه من المعادلة دي تمام. هيروح جاي في المعادلة دي بقى واخدها ومعوض فيها تمام. بس هنلاقي إن في حاجة، هنلاقي إن هنا ليه المعادلة مكتوبة بالمنظر ده، يعني ليه الواي بتساوي واي في الكلام ده كله في الدلتا. ايه الدلتا دي او ليه عملها كده؟ احنا لو بصينا هنلاقي ان هنا دلوقتي في عندنا مشكلة، المعادلة دي جت منين؟ اللي هي الواي بتساوي الواي. طبعا الواي دي احنا عارفين ان هي ايه، الدبس بتاع مثلا بعد مرور 9 ايام بيساوي الدبس بتاع 8 ايام ونص زائد الكلام ده تمام. هو إيه لقى ان الـ هو المفروض مثلا كنا ممكن يعني ما نقف خالص، يعني نعمل كل دبس مستقل، يعني اليوم ده لوحده واليوم ده لوحده واليوم ده لوحده، ونعوض في التي زائد الدلتا بدل تي ناقص دلتا وكلام من ده. ايوه من اول مره تبقى الدلتا بصفر وكده. بس هو اللي قدامنا ده هو راح عامل علاقه ما بين الـ هو راح جاي عامل علاقه بين الواي تي حسب الواي تي مثلا، وبعد كده اليوم واي تي زائد نص تمام. بعد كده لقى ان الواي تي زائد نص، الواي تي زائد نص تساوي الواي تي اليوم اللي هو قبله على طول قبل الدلتا زائد الكلام ده. لقى انت ممكن تجرب تعوض وتعمل التكاملات والتفاضلات دي، هتطلع معاك بس انا مش في دماغي دلوقتي، ومش ممكن في الدلتا بقى، مش في الدلتا تمام، مش في دماغي دلوقتي. بس عامة يعني هو ايه، احنا ممكن ابقى اكتبها في ورقة وابقى انزل ورقة لوحدها اقول لك الواي دي ليه بقت ازاي، دي ليه كل مرة بنجمع، ليه كل جديد بنجمعه على القديم زائد المعادلة دي. بس هو دلوقتي احنا عرفنا ان احنا دلوقتي عندنا فتحنا الفايل تمام، دخلنا القيم الاي والكيو والدول كلهم وكتبوها بصفر وصفر كده، عملنا في الفايل قلنا له اكتب لي في الفايل بقى ايه عنوانين تمام. بعد كده اعمل لي لوب من اي، واحنا قلنا ليه اللي هي ان زائد واحد من واحد لغايه ان زائد واحد بعدد الفترات اللي كل صفر نص وواحد لغايه ما نوصل لعدد 10 ايام تمام. وكل في كل مره بقى بيروح حاسب الواي ويروح مسجل بقى في الفايل بالفورمات اللي هو صح، اللي هو في سطر 33 التي والواي وكده. كل مره بقى ايه، بعد ما يحفظ ده يروح عامل تي جديده وراجع للكونتينر من اول وجديد. ده كان محاوله ان انا اقول اول انا اخر برنامج مش ما قلتوش كويس، بس لو عرفت اقوله تاني، لو عرفت اظبطه تاني ممكن اعمله. بس دي كانت محاولة ان احنا يعني بحاول ان انا اشرح الجزء بتاع اول ست برامج، ولو ينفع لو حد استفاد وكده ممكن احاول اكمل بقية البرامج. هو الموضوع مش صعب، بس الفكرة في ان المفروض يكون في مصدر كويس يكون واقف ان انت تقدر يبقى عندك معلومات تاخد يعني تبني عليها الكلام ده. لكن هو الفكرة ان الدكتور دخل على طول في الموضوع واحنا طبعا ما نعرفش اي حاجة. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.